ايامها حلوه ما عشناها، في حد جاله النهارده؟ هو داخل على اسبوع لحد دلوقتي يا دكتور، بس مفيش حد بيجي يبص عليه خالص. بيجي واحد بس من طرف حفيده رياض السويسي، بس بيدفع له فلوس وبيمشي على طول. يا حبيبي بس احنا لازم نقابل حد من قرايبه ونقعد نتكلم معاه. انا ما اعتقدش انه هيكمل اللي بالليل. حاضر يا دكتور. علمه بقى، وقف كده بقى واتفرج. اتفرج بقى على الرمية دي زي الجون الأخير اللي جبته في الزمالك قبل ما اعتزل. أيوه بقى يا كبير، هو ده الكلام يا كابتن مصر. أنا تقيل عليكوا قوي يا جماعة، لا بجد تقيل تقيل يعني. وبعدين طيب هتتغلبوا في كل حاجة كده؟ كورة وبتتبهدلوا، بلاي ستيشن وبتتمرمطوا. والدارتس اهو زي ما انتوا شايفين. ايه؟ يا عم احنا لسه في الاول، اهدى بس. في كلام بقى اللي يودي ولا يجيب ده. ميرة تاني تليفونك بقى له جيرين كتير.
فكك. وكل رمي طالع ان دي مستشفى الصباح، مش دي اللي جدك اتمل فيها؟ اه، مع اني لسه بعت لهم فلوس من قريب. يكون في حاجه ولا لا؟ معرفش كان لازمتها ايه، بس يا اروى انك تيجي معايا. انا كنت هروح فين يعني؟ وبعدين هو كده كده في غيبوبه، اكيد يعني مش هيسالك عليا. كابتن رياض، منور يا كابتن والله العظيم. ربنا يخليك. بقول لك ايه، ما تعرفش مكتب دكتور ابراهيم يقول لي فين؟ بص حضرتك هتمشي اخر الطرقه دي، اول مكتب على اليمين. والله العظيم يا كابتن، من ساعه ما حضرتك بطلت كوره ما بقاش ليها طعم خالص والله يا كابتن. ربنا يخليك. ممكن بس حضرتك نتصور صوره سيلفي مع بعض؟ معلش عشان جاي المريض، بس خليها المره الجايه. ماشي يا كابتن. الواد مش هي يا جماعه، الاخبار ما تطمنش ابدا. جدك يا كابتن رياض حالته خطيره جدا. انا عارف ان الحاله ميؤوس منها، بس الاعمار بيد الله ولا ايه؟ ونعم بالله ما قلناش حاجه طبعا، بس انا شايف وظايف جسم جدك فيها مشاكل كتير قوي، وضروري هيحصل انهيار في كل حاجه وفي وقت قصير جدا. الطب بيقول كده. انا شايف ان تخش تودعه وتسلم عليه. اما بقى اذا حصلت معجزه من عند ربنا فده له كلام تاني. اتفضلوا. اتفضلوا. مع الأسف قراية كل الأجهزة أسوأ بكتير من نص ساعة فاتت. مثلاً معدل الأكسجين في الدم المفروض ما يقلش عن 85، بص حضرتك واصل ل40 بالرغم من إنه بيتنفس تنفس صناعي. يعني كده ربنا يتولى برحمته. هسيبكم معاه شوية وأنا في انتظاركم. أنا أقول لك ما تجيب المجلة اللي كمان. انت بتعملي ايه؟ احنا في العنايه. حاضر. واحنا المفروض نعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه؟ ده الراجل شكله بيودع. انا بقول كده برضه، انا زهقت. وانا كمان. لك احنا نمشي بقى، وبعد كده اول ما يموت هيكلمونا. طب يلا بينا، عندي هوا كمان 4 ساعات. يلا. هل هل ايه ده؟ الارقام عماله تطلع كده ليه؟ هو الجهاز ده بيخرف ولا ايه؟ مش عارف. رياض، كويس انك جيت، انت وحشني قوي. جدي ازيك؟ بقالي كتير ما سمعتش صوتك. هو حضرتك ازاي بتتكلم كده؟ هو
حضرتك حاسس بإيه؟ أنت كويس؟ كويس قوي، أحسن منك بكتير، بكتير قوي. مين دول؟ مين دول إيه يا جدي؟ قصد حضرتك مين دي؟ دي أروى، أروى، عارفها، عارفها، صاحبتك، أنا بتكلم عن اللي وراها. مفيش حد يا جدي، ده أنا وهي بس. إزاي؟ في اتنين ستات وتلات رجالة، دول شبه ال... طيب طيب، انت مش شايفهم، بس انا شايفهم وشايف حاجات تانية كتير. وعندها للدكتور بسرعة. حاضر. اياك تتحركي من مكانك، ممنوع تتحركي. اسمع، ما تضيعش وقت، انا مفيش قدامي كتير. سيبك من الأجهزة دي والقرايات بتاعتها، كل ده هيتغير بعد دقايق. روحي انت على الدكتور. ارجعي مكانك. أنا آسف، أنا ما أقصدش أخضكم، بس الوقت مش معايا، وانتوا اللي محتاجين ومش أنا. أي حد في ذريتنا يقدر يشوف، مش يشوف زي ما أنت شايف دلوقتي، لا، يشوف حاجات محدش غيره يقدر يشوفها، زي ما أنا شايف دلوقتي حاجات كتير كتير قوي. جدي أنا مش فاهم حاجة. قرب عليا. أنت شارب، عشان كده أنت بعيد وعينيك عليها غمامة سودة. أنا عمري ما كنت بشوف ولا كنت بصدق، دلوقتي بس شفت وصدقت عشان بقيت قريب منه، قريب قوي. كان ممكن ابقى شايف وعارف طول عمري لو كنت قربت منه زي جدتك زينات. جدتي زينات؟ أيوة، زينات أختي. هي مش مجنونة؟ أنا كنت فاكرها مجنونة، أو زي ما تقول كنت عايزها مجنونة عشان تسيبني في حالي، تريح دماغي من الكلام والأحلام والحاجات اللي بتشوفها. ما كنتش مصدق، ما كنتش عايز اصدق. جدي انا عندي برنامج دلوقتي. اسمع! برنامج ايه؟ النهارده مفيش برنامج، الحلقه مش هتطلع. اسمعني كويس، واسمعين انت كمان، انت رفيق دربه ومصيرك مربوط بمصيره. عايزك تبقي معاه في كل خطوه دورك الجاي، بس بعد ما اموت واتدفن. تطلع على زينات في المستشفى،
هي هتحكي لك كل حاجة، اوعى تهمل في الموضوع ده. انت حياتك في خطر. مدفن آل السويسي هيتفتح السنة دي قبل دخلة الصيف 4 مرات. أنا أول واحد. وأنت آخر واحد. شد حيلك. شد على الله. شكرا دكتور. طيب احنا طبعا هنخليه يبيت في التلاجة بتاعت المستشفى الليلة دي، وفي انتظار حضوركم بكرة الصبح ان شاء الله. ان شاء الله. بعد اذنك دكتور. مع السلامة. كابتن رياض، ما تنساش قبل ما تروح تعدي على الحساب حتة. خريف، خريف حد بيحتضر، هيكون ايه يعني؟ مش عارف، مش عارف، انا خفت منه قوي. طب هو عارفني ازاي؟ اكيد سمعنا قبل ما يفتح عين. بس انت ما قلتش اسمي واحنا قاعدين. لا قلت. انت ما قلتش. بقول لك قلت. انت ما قلتش. ما قلتش. مش فاقي الهبل ده، انا هو مجهز بقى علشان عندي هوا. انت حر، بس انت ما قلتش. أيوة يا عبد الرحمن. نعم. يعني إيه الحلقة اتلغت؟ لا، الحلقة دي بالذات ما ينفعش تتلغي. زي ما بقول لك كده. طب اقفل، أنا هكلم رئيس القناة. يا رياض مالك؟ ما توحد الله. ورئيس قناة بس هيعمل لك إيه؟ كل القنوات هتبث بس مباشر لقاء الرئيس. والتلفزيون المصري اهداهم للقاء ده. نقول لا يعني؟ انت اصلا ما حدش هيتفرج عليك النهارده. كل ضيوفك فكسانين. لا حول ولا قوه الا بالله. طب اهدى بس. اهدى يا عم، في ايه؟ انا اول مره اشوفك كده. ماشي يا رياض، اعمل اللي انت عايزه. حاضر، حاضر يا رياض. سلام عليكم. اتفضلوا يا جماعه. بابا مالو؟ كتك بقى وانت كمان. رياض متضايق، اول مره اشوفه كده. زعلان عشان الحلقه بتاعته مش هتذاع. مش فاهم ليه، عادي يعني. ايه اللي انت رسمه على رقبتك ده؟ وحمه. تاتو هيكون ايه يا ابني؟ التاتو حرام. نسيت، صحيح نسيت. الله يهديك لحالك، بتضحك عليها ظريف. طب انت اسمك تامر، ايه علاقه بقى حرف الايه باسمك؟ خليك في حالك يا مولانا. أنا ماشي. هتتشوي في نار جهنم. الموت لما بيجي ما بيستأذنش. فاكر أكرم الله يرحمه؟ زميلنا اللي مات في عز شبابه. كان واقف جنب رياض وفجأة وقع من طوله. رحمة الله عليه. فاكره؟ عبد الرحمن، بطل تكلمني بالطريقة دي. ممكن؟ أنا مرتاح كده ومرتاح باللي أنا مقتنع بيه، وأنت كتر رغك في الموضوع ده هيخنقني منك،
وانت اخويا وحبيبي وصاحبي، بس انا مش هعرف اقنعك باللي انا مقتنع بيه، ولا انت هتعرف تقنعني باللي انت مقتنع بيه ابدا. يبقى العقل والمنطق بيقولوا ايه؟ فكك مني. برضه هتشوف نار جهنم لو فضلت ماشي في الطريق اللي انت ماشي فيه. يا تامر، الطريق ده كفر والحاد، مصيرك الدرك الاسفل من النار. عبد الرحمن، يو ار هوبليس كيس. الله يسامحك، انا برضه الهوبليس. ربنا يهديك يا تامر. شفت اللي حصل؟ مش تخريف، مش طبيعي. انا ما بصدقش بالكلام ده، الموضوع مش اكتر من صدف يعني. صدفه انه يعرف اسمي من اول مره يشوفني؟ دي صدفه ان الراجل يبقى بيموت ويتحول فجاه لبطل العالم؟ ده طبيعي؟ طب بلاش يا سيدي، جدك قبل ما يموت قالك ان الحلقه هتتلغي، وانت عملت كل حاجه عشان الحلقه ما تتلغيش، ده برضه صدفه يا رياض. بقول لك ايه، اللي حصل في المستشفى ده انا مش عايز اي حد يعرف عنه اي حاجه، وانسي بقى الموضوع ده وما تكلمنيش فيه تاني. لا هتكلم فيه مره واتنين وتلاته. جدك قال ان مصيرك مرتبط بمصيري، الموضوع مش بتاعك لوحدك. يعني المفروض نعمل ايه دلوقتي؟ نروح لجدتك المستشفى. مستشفى ايه؟ دي مستشفى امراض عصبيه ونفسيه، الست دي بتتعالج هناك. اخر مره شافتني كان عندي 12 سنه، لعبت كوره وبطلت وبقيت مذيع وهي ما شافتنيش. لو احنا دلوقتي برضه مش هتعرفني. معلش، نبقى عملنا اللي علينا عشان خاطر يا رياض. انا في حاجه جوايا بتقولي ان الموضوع ده بجد، وحاجه جواك انت كمان، بس انت بتنكرها صح؟ مستشفى ايه اللي ابوابها وانوارها مقفله بالشكل ده؟ انا عارف ان شكلها مستشفى اصلا. انا عارفه، فين الجرس؟ فيني تاني؟ ايوه اي اوامر. انا رياض السويسي بتاع الكوره. يا بيه مفيش كوره جت عندنا، روح العب بعيد. انا حاجه بقول لك، انا يا رياض ما يعرفكش. اسمع يا حاج، احنا عايزين نقابل مدير المستشفى، في مريضه جوه عايزين نشوفها. غريبه، احنا ما عندناش مرضى حد بيجي يشوف، وبعدين الدكتور طلع بيته خلاص. يا حاج افتح لنا بقى نغرق من المطره دي. طيب يا اخويا. اتفضلوا. وانتوا عاملين كده ليه؟ مفيش ناس هنا ولا ايه؟ يا بيه احنا بننام بدري، الساعة دلوقتي 8 ونص، وحسب أوامر الدكتور محدش يفضل صاحي بعد النهار ما ينزل. أنا أنصحك إنك أنت تيجي بكرة الصبح، أنا دخلتك بس عشان المطر، عشان أثبت لك إن مفيش حد هنا ممكن يكون في استقبالك. طب ونيجي بكرة الصبح الساعة كام يعني؟ أي وقت بعد الساعة 8، إنما أنت جاي هنا لمين؟ أنا جاي لجدتي. هي مش جدتي بالظبط يعني، هي أخت جدي اسمها زينات السويسي. زينات السويسي. طب اتفضل تعالى ورايا. اتفضل. فين؟ الدكتور هيكون في استقبالك حالا. اتفضل تعالى ورايا. اتفضلوا اقعدوا استريحوا. اتفضلوا هنا. تقلقوش، الدكتور هيجي حالا. ريح، مش هنتأخر عليكم. اتفضل. المكان ده شكله غريب قوي. مش انت اللي اصريتي نيجي هنا؟ مش راضي بقى. خدت
بالك لما جبت له سيره جدتك؟ اتوتر واتلخبط كده. هو ده اللي ناقص. ولعي كشاف موبايلك بقى. قوم بينا نمشي. انا اتوترت قوي. المكان هنا مش مطمن. يلا بينا. يلا. مساء الخير. مساء النور. نور ايه بقى؟ نور قاطع. عموما انا الدكتور علي الزيني، اسف طبعا ان انا نزلت لكم بلبس البيت، بس ما كانش ينفع اتاخر عليكم. اتفضل يا كابتن، اتفضلوا ارتاحوا. ثواني وابدا اشغل المولد. ما تقلقوش. لا لا ابدا، مش قلقانين ولا حاجه. واضح ان المولد اشتغل، بس معلش هو ضعيف شويه. لا لا ابدا، احنا جايين نقابل جدتي زينات السويسي. اه اخت الاستاذ اكمل السويسي. اه ده جدي الله يرحمه. امين يا رب. ثانيه واحده، حضرتك عرفت ان هو مات ازاي؟ من زينات هانم. زينات هانم هي اللي قالت. اه صحيح، وهي عرفت منين؟ واضح ان حضرتك ما تعرفش اي حاجه عن جدتك. عموما لما تشوفها اسالها، هي هتقول لك عرفت منين. احنا جايين هنا عشان نطمن عليها ونتكلم معاها. انا بقول نمشي ونجي لها بكره الصبح، ممكن دلوقتي يكون نايم. لا 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 لا، ما ينفعش. الصبح ما بتبقاش عايزه تشوف اي حد غير الممرضه بتاعتها وبس. هي بالليل بتبقى اهدى شويه. بعدين انتوا ما دام رجليكوا سايتكوا لغايه هنا، يبقى لازم تشوفوها وتقعدوا معاها، ولا ايه؟ اتفضل. تفضل ست زينات. سيبهم براحتك. حاضر. مهما طولوا. حاضر يا دكتور. حاسه بيكم. الخوف والجهل مدكنين لسانكم. انت عارفاني؟ عارفاك طبعا، وعارفاك. انا عرفتكم من وانتوا داخلين، كنت شايفاكم من الشباك. بس انتوا عارفيني، عارفين شكلي حتى. أول مرة أشوفك من وأنا عيل صغير. شكلك متغير كتير أوي. جدي أكمل. جدك أكمل. جاني في المنام وقال لي كلام كتير ما شفتوش لما اتفاجئ بإني عارفة كل اللي عاوز يقوله. ليه بتيجوا متأخر؟ ليه؟ أربع مرات وكل مرة بخوف ورعب، وكل مرة أصعب من اللي قبلها، وكل غلطة أكبر من اللي قبلها. دايما بتجيلك الرسائل وأنت بتتجاهلها. الموت علينا حق،
لما يجي ما نقدرش نقوله لا. رسائله لك ما بتنتهيش، بس انت طالع لجدك اكبر، مش عايز تعرف، مش عايز تفهم، مش عايز تسد. طب جاي ليك، امشي امشي يا رياض، وخذ ذنوبك اللي جنبك معك، هي اللي هتدفعها الثمن وياك. سيدنا النبي قال لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء. صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله. امشوا 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 بقى، امشوا. يلا رياض، يلا يلا. هي العربية مش عايزة تدور ليه؟ مش عايزة تدور ازاي؟ دي لسه جديدة. حاول تاني يا رياض. مش راضي، مش راضي تدور خالص. يا نهار اسود. أي خدمة؟ دارت الحمد لله. ما تستعبطش يا رياض. كلامها كان واضح جدا. بقول لك ايه، ما قالتش حاجه ليها قيمه، انا هنسى الموضوع ده خالص. وانا سجلت كل كلمه هي قالتها، واللي احنا فيه ده جد مش هزار. انت باين اعصابك تعبانه، نامي كويس كده وانسي الموضوع، ويا ريت كمان تمسحي التسجيل ده. مدفن آل السويسي هيتفتح السنة دي قبل دخلة الصيف 4 مرات. الو، ايوه يا رياض، نايمه؟ لا صحيه طبعا. هو انا هيجيلي نوم؟ انا مرعوبه قاعده بسمع في التسجيل بتاع جدتك. رياض انت لازم تسمع التسجيل ده تاني. بتقول عاوز ايه؟ بقول لك تقدري تبعتي لي التسجيل دلوقتي على الواتساب؟ بس بسرعه. Thank you.
عشناهاش يمكن نصيبي وإسمتك لسه في علم الغيب يمكن في دنيا ما شفناها I'm